لكن انتوا اكيد مش مطمنين على المنتخب. المنتخب في الحقيقه يعني كل ما المباراه تتلعب نقول المباراه اللي بعديها هنبقى احسن، المباراه تخلص نقول المباراه اللي بعديها هتبقى احسن، لكن الواضح وانا يعني احنا بنحب دايما نتكلم بصراحه، الواضح ان الاداء في النازل مش في الطالع خالص خالص، والواضح ان دعواتكم جامده قوي للمنتخب، واحنا عايزين مش عايزين اكتر من كده ان احنا ندعي، لان احنا ده اللي احنا بنملكه، ما بنملكش اي حاجه ثانيه. اداء سيء جدا جدا، اول 35 دقيقه في المباراه احنا تقريبا لعبنا 10 دقائق، لعبنا امبارح 10 دقائق اللي هم من امتى؟ من جون صلاح اللي كان في الدقيقه 36 لحد اخر الشوط الاول اللي جه فيه الجون الثاني بتاع احمد المحمدي. فيما عدا ذلك ال 80 دقيقه احنا معرضين للخطر ومستنيين ان احنا يدخل مرمانا اي هدف في اي وقت بسبب كثره الهجمات الاوغنديه الكثيره جدا 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 على مرمى الشناوي والخطيره جدا على مرمى الشناوي اللي كان ما شاء الله عليه موفق جدا، نجم المباراه امبارح. احمد المحمدي لعيب كبير وخد نجم المباراه وكل حاجه وعمل مباراه كويسه، لكن النجم الاول طبعا هو محمد الشناوي اللي انقذ مرمى الفراعنه من اهداف عديده جدا جدا في مباراه الامس. لحد امتى هنفضل كده؟ مش عارف، لو حد عنده اجابه يقول لنا. الاسباب ايه اللي مخليانا بالمنظر ده؟ انا مش عارف، هل هي متعلقه بهبوط المستوى لبعض اللاعبين؟ هل هي متعلقه من البدايه اصلا بالاختيارات اللي اختارها مستر اجيري؟ هل هي متعلقه بامور خارج المعسكر او ازمات مشاكل بتحصل هي اللي مخليه في تشتت بالنسبه لذهن اللاعبين والجهاز الفني كمان؟ مش عارف، بس هو الموضوع محير وفي نفس الوقت مقلق جدا، وفي نفس الوقت احنا مش مطمنين خالص ومش هنطمن غير مع واضح كده لحد اخر مباراه هيلعبها المنتخب، واللي نتمناها تكون المباراه النهائيه وفي نفس الكلام نكسب هذا اللقب. يعني مفيش اي اسلوب لعب واضح ولا طريقه ولا جانب خططي. واحنا بصراحه بصوا بقى عشان ممكن ايه، احنا عمالين بنقول عايزين نساند المنتخب بنساند المنتخب، احنا بنساند المنتخب يا سيدي والله العظيم، كلنا بنساند المنتخب وكلنا بندعي وبنحاول اي سلبيه ما نتكلمش فيها، مش عايزين نتكلم في سلبيات تخص المنتخب، لكن في نفس الوقت لازم نبقى منطقيين. يعني لو طلعت النهارده قلنا ايه، الحمد لله المنتخب كسب وصعدنا اول مجموعه والهدف اتحقق وكل حاجه، الهدف اتحقق، لكن احنا هنفضل كده لحد امتى؟ قاعدين قلقانين طول الماتش لحد امتى؟ يا سيدي ممكن نبقى قلقانين لو بنقابل فرقه قويه وانت بتنافسهم بشكل قوي في الملعب، لكن انت ما فيش، ده انت بتقابل اوغندا وبتقابل زيمبابوي وبتقابل الكونغو وبيلعبوا احسن منك بكتير وكانوا هيحرزوا فيك اهداف كتير، ولولا التوفيق كان حالفنا يا رب يفضل ملازمنا التوفيق لحد اخر البطوله، لكن كده موضوع صعب قوي. كلامنا غير على المنتخب، كلامنا غير على اللاعبين والجهاز الفني، على اسم مصر قبل اي حد. مش دي مصر، مش ده المنتخب الوطني المصري اللي كنا حاطين امال كبيره جدا عليه ان هو يجيب لنا اللقب. الكلام مهم دلوقتي والتحذير والتنبيه مهم دلوقتي، ليه؟ لان احنا مقبلين على فتره اصعب من كده بكتير، مقبلين على دور ال 16، قول ان شاء الله هتبقى المباراه كويسه وفي المتناول باذن الله، لكن دور الثمانيه اللي وارد تقابل فيه الكاميرون او غانا، دور النصف النهائي النهائي ده لو وصلت يعني ان شاء الله باذن الله يا رب نوصل، لا بالمنظر ده مش هننفع، بالمنظر ده صعب جدا. وده هيخليني اتكلم بقى على حاجه مهمه قوي قالها اجيري امبارح. هتقولي ده مش وقت انتقاد؟ لا يا سيدي، هو ده وقت انتقاد، لازم ننتقد عشان يفوقوا شويه، لازم يفوقوا شويه، احنا عايزين نفرح، البطوله على ارضنا، البطوله وسط جمهورنا، وما ناخدهاش هيبقى الموضوع صعب قوي، هتبقى حاجه كارثيه من الاخر يعني، مش بهول، لا دي حقيقه. امبارح مستر اجيري قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد الماتش؟ قال والله قال كده، اسمع بس، قال ايه؟ انا فوجئت بمنتخب اوغندا والاداء الجيد بتاعه. ده شق، الشق الثاني في تصريحه قال ايه؟ اللعب امام 70,000 متفرج شيء مش سهل. تردوا طب انتوا ولا هنعمل ايه؟ فوجئت باداء منتخب اوغندا، امال حضرتك يا مستر اجيري بتعمل ايه؟ ده احنا ممكن احنا اللي نقول كده كجماهير، احنا نقول كده، لكن حضرتك ازاي تقول كده؟ ازاي تقول ان انا فوجئت باداء منتخب اوغندا؟ المفروض ان حضرتك قبل اي مباراه بتدرس المنافس، تتفرج على الفيديوهات ليه، وخصوصا اوغندا عاملين نقول ونشيد من اول البطوله، اوغندا كسبت الكونغو 2-0، هذا المنتخب القوي اللي بالمناسبه كسب امبارح زيمبابوي 4-0، اوغندا اتعادلت مع زيمبابوي، وسيبك بقى من النتائج، دول عاملين اداء رائع جدا، الناس كلها يعني من ضمن افضل المنتخبات في البطوله حتى الان اوغندا، وحضرتك مش عارف ان اوغندا منتخب جيد وتفاجات
او فوجئت خلال المباراه، لا يبقى كده في حاجه غلط، كده يبقى في حاجه غلط. واحنا بنقول لك الكلام ده وبنقول للمسؤولين الكلام ده عشان يركزوا في اللي جاي. احنا هدفنا ايه؟ هدفنا ان الاخطاء تتصحح، هدفنا ان الاداء يتعدل، وهدفنا ان النتائج تبقى كويسه زي ما هي حصلت. بس دي نتائج بصراحه غير منطقيه. اه احنا مصريين وبنقول الكلام ده، النتائج دي غير منطقيه. ان انت تكسب 1-2 و2-0، لا في بالتحديد في المباراتين اللي فاتت امبارح واللي قبليها، لا يدخل فيك اجوان كتير كمان. توفيق من احمد حجازي كبير، توفيق من محمد الشناوي كبير، توفيق من محمود علاء في المباراه الاولى والثانيه كبير، ده اللي ادى ان انت تخرج بالنتائج دي، بجانب طبعا المهارات الفرديه عند صلاح وتريزيجيه. بس غير كده مفيش، اسلحتك صلاح وتريزيجيه، غير كده مفيش. لكن تصريحات مستر اجيري غريبه بالنسبه لنا كلنا، غريبه جدا. كمان انك بتلعب بوسط 70,000 متفرج، ده مش سهل. هقول لك اه اللاعبين مش متعودين شويه بسبب مفيش جماهير في المباريات الوديه، او عفوا المباريات المحليه. لكن في المقابل عندك بعض اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا دايما وسط استاد فل في انجلترا، حجازي، نني، تريزيجيه في تركيا، صلاح، انت عندك 60% او 70% من اللعيبه المحترفين الاساسيين اللي بيلعبوا في المنتخب، المحمدي، كلهم بيلعبوا امام جماهير، بيبقى المدرجات مقفوله على الاخر. فغريبه برضو ده، تصريح غريب جدا. ما هو الجمهور ده مش عامل سلبي بالنسبه لك، بالعكس انت المفروض تستغل تواجد الجمهور عشان تكسب. والجمهور ده هو اللي كسب مصر، الجمهور ده هو اللي كسب مصر اول 3 مباريات، هو الدافع الرئيسي في حسم المباريات واحراز الاهداف بجانب مهارات صلاح وتريزيجيه. لكن غير كده لا، احنا لو بنلعب البطوله دي بره ارضنا احنا كنا خرجنا من الدور الاول بمنتهى البساطه. من الاخر كده، لو البطوله دي كانت في مكانها في الكاميرون قبل ما تاخدها مصر كنا خرجنا من الدور الاول، حتى لو دي نفس المجموعه. اه حتى لو دي نفس المجموعه كنت هتخرج من الدور الاول. لكن لازم ويجب اعاده النظر في امور كتير جدا داخل منتخبنا الوطني المصري قبل فوات الاوان. عندك مباراه ان شاء الله يوم السبت الجاي، يعني عندك فتره زمنيه كويسه تقدر تظبط فيها امورك، تقدر تركز بشكل اكبر، تقدر تعمل معالجات بدنيه واستشفاء بالنسبه للاعبين، ومحاضرات خططيه مهمه لان مفيش خطه. وبصراحه هبوط مستوى بعض اللاعبين وابرزهم للاسف الشديد عبد الله السعيد اللي المفروض بيوصل المهاجمين للمرمى سواء مروان او تريزيجيه او صلاح، ده برضه اثر على اداء المنتخب. احنا مش عارفين نطلع بالكره من ورا لقدام، مش عارفين. الفاول بس صلاح جابه حطه جون وخلصت. بعديها محمدي كره عرضيه من ايمن اشرف حلوه جدا حطها لمحمدي وادي الجون الثاني والماتش خلص. لكن انت في الشوط الثاني، الاشواط الثانيه في ال3 مباريات انت مش موجود، ما جبتش ولا جون. سيبك من الاجوان، لكن الاداء نفسه كمان مش موجود، مفيش خالص. ف عامل الجمهور وعامل الارض هو اللي ساعدنا في ان احنا نوصل لدور ال16، والحظ والتوفيق ساندنا، بس مش هيفضل معانا للاخر، مش هيفضل معانا للاخر. حظ وتوفيق صعب، لازم يبقى في تركيز من الجهاز الفني، لازم يبقى في تاهيل ذهني وبدني جيد للاعبين. لان غريب قوي قوي ان احنا كل ماتش في اخر المباراه مش قادرين نجري، بنزق اللعيبه بالظبط كده، يا بنجري هات الكوره، يا حبيبي الكوره اهي، مش قادر تجري ليه؟ مش قادر يباصي، اللعيب مش قادر يباصي الكوره. ليه؟ لانه بدنيا مش جاهز، ليه؟ مش عارف. انا عمال ادور على تفسير مش لاقي. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال اه هنفضل مساندين لمنتخب مصر، هنفضل ورا المنتخب، هنفضل ورا مستر اجيري، ورا الكابتن هاني رمزي وجهازهم المعاون كله، هنفضل ورا اللاعبين كلهم، كلهم بلا استثناء، كلنا بنساندهم. واحنا بنقول لكم الكلام ده عشان تحسوا بالجمهور المصري اللي منتظر هذا اللقب بفارغ الصبر، وخصوصا ان المباريات البطوله على ارضنا. فاحنا بنقول لكم الكلام ده عشان خايفين على اسم مصر، ومستنيين ان شاء الله بنحاول نحفزكم وتردوا علينا. احنا عايزينكم تردوا علينا بدايه من دور الست، ردوا علينا، ردوا على كلامنا ده في الملعب باداء ونتائج. احنا مش عايزين غير كده، احنا عايزين منتخب يكسب ويفرح المصريين، يكسب البطوله، مش يكسب ماتش وماتش لا او كلام من ده. خلاص مفيش، انت تخرج من دور 16 لو خسرت الموضوع خلصان. فاحنا عايزين ان شاء الله، وعندنا امال كبيره جدا فيكم في ال 23 راجل الموجودين في منتخب مصر، في الجهاز الفني كله عندنا امال واثقه كبيره جدا فيكم. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتوا تتداركوا كل اخطائكم وكل سلبياتكم في الفتره اللي فاتت، ويبقى دي فتره اعداد للادوار الاقصائيه المقبله بدايه من دور 16، وباذن الله المنتخب يكون موفق في تحقيق هذا اللقب. ودعوات
كل المصريين، لان ده مهم قوي، لازم نفضل ندعي لان ده اللي احنا بنملكه، بس ان شاء الله المنتخب يقدر يفوز بلقب بطوله الامم الافريقيه للمره الثامنه في تاريخه. كل التوفيق.